نشكر العتبة العباسية على هاي المبادرة الجميلة، يعني شيء كلش رائع وجميل انه فتحوا السرداب للطلبة وخصصوا شيء مرح يعني للطالب. شكرا للعتبة العباسية على هذه المبادرة الجميلة بحق الطلبة من توفير الوسائل الراحة والتبريد. مبادرة كلش حلوة وممتازة، بالبيت من دائما ندرس هو شيء صوت مزعج، مثل ما هنا تجي ما اماكن راحة ومكان هادي ومكان عام، وانت من تشوف هاي الطلاب قاعد تدرس هنا حتى يصير لك واحد تقعد تقرا وتكتب. تقريبا انا شخصيا صار لي تقريبا شهر او شهر ونص اقرا هنا، يعني اشوف من وسائل الراحه والامان ووسائل الدراسه كله تماما يعني تماما يعني متوافي ويا الشروط اللي يحتاجها الطالب هنا. شعور اللي تحسه يعني شعور بداخلك انت بجوار ابو الفضل العباس اكيد هذا ما ينوصف، شعور لا اراديا، يعني مثلا تصير لك واهس تقرا، الشعور مثل كل ما تتعب كل ما تحس بملل كل ما تحس بوجع بقلب تروح تتوجه للامام العباس عليه السلام تزور ترتاح ترجع تصير عندك راحه طاقه ايجابيه. تجي هنا بجانب ابو الفضل العباس بالحائر تقعد تقرا تقعد تدرس في شيء يعني شعور لا يوصف، يعني شعور خيالي. من نتعب دراسة هاي نروح نستعين بابو فضل العباس ناخذ القوة من عنده نرجع نكمل طاقة إيجابية صحيحة، يعني نشوف نفسنا نتعب بس ناخذ الطاقة الإيجابية من عنده. أكيد أجا دعا وجا طلب من فضل العباس عليه السلام إنه يوفقه بالدراسة، إنه يعني إنه يوفقه حتى بالجامعة، إنه يوفقه بحياته، إنه يوصل أعلى المستويات بالحياة. نشكر كل المنتسبين الشكر الجزيل بتوفير كل يعني الوسائل بحقنا. والله يعني ما اقول قليل بحقهم، ما تعبوا ويانا يعني وما خلوا شيء ما وسائل الراحه، جميع وسائل الراحه وفروا لها انه ودائما ما يخلون اي واحد يدخل علينا ما عدا طلاب السائس. نشكرهم والله شكر خاص، خاصه المنتسبين يعني ما قصروا ويانا يعني. الصراحة غير المنتسبين ما قصروا ويانا يعني من حفظ النظام من الأمانات، وكان تعامل المنتسبين فوقي نصحونا درسوا اقروا هذا مستقبلكم هذا دراستكم هاي قرايتكم هذا مستقبل مالتكم هذا مستقبل ولدكم. يعني نشكر السيد أحمد الصافي على هذا الشيء سواه، ونشكر جميع المنتسبين العتبة العباسية على هاي المبادرة الرائعة، وشكرا لهم.